أهلا وسهلا. ومثل ما بتعرفوا الحقيقة خطرة، لأنه الفطرة خطرة، والحقيقة فيك وفيي وبهالوجود. وقت اللي انقتل أوشو وتسمم، ما قتلوه، سمموا له تيموت خلال 3 أشهر، كان السبب هالكتاب The Orange Book. شو هو هون؟ شو حطوا؟ تلاميذه اللي عملوا، يعني هو بس حكي ما كتب. ولكن ثاقبت انه هو هال5 صلوات الطاقة الإسلامية الكونية الفطرية بهالكتاب. وقال لهم ريغان هيدا بده ينشر الإسلام يعني بأمريكا. قال لهم شيلوا الكتاب، بس إذا في نسخة بإيدي موجود. لح أكبر فرح في العالم، the greatest joy، الفجر، الظهر، العصر، العشاء، المغرب والعشاء. هيدي هي الطريقة الوحيدة اللي بتفتح فيك كتاب الله الداخلي والخارجي، بحط لك اياهم. هالصلوات الخمسة، وهالصلوات بيحكي بيقول ما تصلوا مثل ما بيصلوا الناس هون اللي بتشوفون المسلمين، لا. لح الصلاة هي بالتأمل، بكل عمل عبادة. وقت اللي بتسألوني شو هو التأمل، ما في جواب إلها، عدوا أنتوا تأملوا. state of no mind، وقت اللي بيروح الفكر، التأمل هو الذكر. بتتذكر أنت مين وشو جيت تعمل وشو دورك. مشان هيك بتنفعك مش الذكرى، ها؟ تذكر سبب وجودك، ما حدا مثل التاني. كل واحد حامل أمانة بإيده اليمين. قال له بدي أغريهم وأغويهم إلا عبادك الصالحين. وينن هالعباد الصالحين؟ فتش، إذا ما لقيت تلاقي نفسك. فتش على نفسك. كل واحد منا يقول هالكتاب، نعم، ليش حطوه هون؟ حطيت سر فيه. بيقول هالسر، نعم، انت بدك مي وملح، لا المي مي هلا ولا الملح ملح، ولكن بهالصلوات الخمسه يلي بتتذكر حالك بتحول السم الى دسم، الى سمسم، مثل ما عمل الحبيب وكل نبي وكل رسول وكل ولي وكلنا. الله مش بس حطها بمحمد، كل رجال بعيتوا له يا محمد بالسعودية بده يرد، مش يا وطن، ما في وطن، في إنسان. شفتوا اليوم عم الصنوبر عم بيروح، النحل، اشياء كثيرة من علامات الساعة بالبيت عندنا بتلاقوا كلنا بلبنان. سألوني أنا ببيتي في من هود الجراد، وأنظف من بيتي ما بتلاقوا، وأفقر وأغنى منه ما في. سرقة الكتاب حلال، خذوه. عندي عشق للوراق وستيكرز وقلم وقعد اكتب أهلا وسهلا فيكم، أعطوني بس بريد ما تجوا. نتواصل بهالطريقة، وإذا في لزوم نلتقى. فإذا كرمال هالكتاب موجود بالوجود، هالكتاب. والإنسان وين صار اليوم؟ كلنا منقول السلام عليكم. رح فرجيكم إياها. شوفوا هودي الحكام العرب وحكام العالم كمان، مش بس العرب، حكام هالكرة الأرضية شو بيقولوا؟ I want peace، بدي شقفة. كل واحد بدي يخزق، مين بدي ياخذ أي قطعة من قالب الجاتو أكبر؟ كل واحد بيفتكر حاله أخذ أكبر قطعة شقفة. I want peace، هيدا I want peace. كلهم 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 صعدونتي نا 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 كلهم. بس شو عم بيقولوا هون؟
وي وونت بيس. مين بده السلام؟ اللي عم ننقتل وبالإجرام وبالقتل، وحدوه وبيقتلوا، انفجارات وبيقتلوا. قلوبنا معك وسيوفنا عليك. بعد كلنا داهية يعني، وين هو السلام الحقيقي؟ كم حرب باسم الصليبية وباسم المسيح، حرقنا جان دارك وبعد 300 سنة عملناها قديسة. انت نوبل بلا ما حدا يعطيك جائزة نوبل، الله اللي كرمك، ما بدك حدا غير الله يكرمك. مين في أقوى من هالكرم الإلهي؟ يا أكرم من كل كريم، ويا أرحم من كل رحيم، ويا أعلم من كل عليم. بدو على المدرسة عند الأستاذ يعلمنا. هيدا المسجد 50 مليار دولار رح يكلف، ورح يعملوا هلأ على بلبنان جزيرة بلبنان. وض النوم يا الله، شوف المطاعم، مطاعم، مساجد، مقاصد، مشافي. ماما 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 ما. شو السبب؟ لأني ضجران. ضجران منين اجى الضجر؟ لأنك بتفهم الحيوانات ما بتضجر، الحمار بضل ياكل حشيش حشيش حشيش، وافهم مني لأنك بتتجار معناته عم بتفتش عن النور. روح فتش. ليه سيدنا إبراهيم هاي بتموت هاي بتموت هاي بتموت هاي بتموت؟ وين ما بيموت؟ كله بغيب. هلا هالشمس بتغيب هون بتشرق هون بتغيب هون بتشرق هون. انت الدولاب وانت العزقة، انتبه. العزقة ثابتة ما بتتغير، لا يغير الله ما بقوم حتى نغيروا ما بأنفسنا. نظام ثابت. لك شو حلو كلمة ميكروبيوتيك، يعني نظام الحياة الثابتة. ميكروبيوس كلمة يونانية. شو عملنا؟ أنتيبيوتيك، مضاد حيوي، مستشفيات، ومثل ما نكون شايفين، وأمراض بترش علينا. ومنخلف هالولاد وبيبكوا 24 ساعة وبتعطي أمه دواء. 62 حبة دواء عم بعطيه بالنهار. لك قديش قوي بعد ما مات؟ عمره 3 سنين. أمه طبيبة أطفال. هيك تعلمت بالكتاب. كلنا ضحية الجهل يا أخوتي. مين كتب هالكتاب؟ الـ FDA. ما تنغشوا، اتركوا كل الأحزاب، شيلوا هالنقطة بالنص، اتركوا. ما بتروح على الحرب إذا كنت مبسوط، عندك حب ما بدي حرب. مبسوط أنت وصاحبتك وصاحبك وولادك مرتك، شو بدي فيهم؟ فلاح مكفي سلطان مخفي، لو ما في فلاح ما في ملك. تتذكروا وقت الملك دعي واحد من الفقراء، فقير يسموه، مرشد صاحي واعي مستنير، ايه شحطوه بس وصل على البيت فهم. راح لعند صاحبه قال له اعطيني بدله هيك ملوكيه وتياب وصرميه ومدري شو. بس شوفوا، اهلا وسهلا جلالة الملك في انتظاركم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صار كل واحد هيك يستقبلوا يستقبلوا يستقبلوا. الملك عرف انه اجى المرشد، شافه قعد حط صفرة الاكل. قال له شو بك؟ قال له ويفوتني، لو ما هيدي البدله ما فت لهون. كول انت كول، شيت صرميته. قال له بس انت لانك فهمان شو في بقلبي انا مريه لإلك. هو طالع This is why you are where you are، مشان هيك انت هون، مشان هيك انت هون، مشان هيك انت هون. وابهل واحد على الباب، مشان هيك انت هون. الملك قال له لانك عرفت انه في اهل الذكر، اهل الصوفيه، اهل الايمان. لو كنت ملك يعني، لو ما بيت بيك صرت ملك، فيك تعرف جمجمة بيك من غير جماجم؟ لا خلص.
كلنا شقفة عظام، شقفة في تراب بعينه، خلصنا. ولكن وين رايحين بهاللحظة؟ وين بتروح؟ فيك تعريف؟ نعم، بدنا نعيش بلا ميل. ما بقى بدي فتش على ناس أغنية، خليلكن أمويلكن إلكم، شو ما عملتوا مشاريع. عم فتش على إنسان كيف ديوجين حامل قنديل وماشي وهيك. قال في واحد أعمى، قالوا لي خي ما أنت أعمى، شو حامل القنديل والفنوس؟ قال لهم أنا أعمى حامل هالفنوس حتى ما أنتوا تدقوا فيي، هيك أنتوا تشوفوا وما تضربوني. تعرفوا هديك السكرت جحي وصل على البيت عم بيرجف ومطفي، اجى ليت دركي قال له كيف بدي ساعدك؟ قال له وقف لي هالبيت لانه عم بيرجف وانا معي المفتاح. فتح الباب وفات، هيدا بيتي، ها اوضتي، هيدي اوضه النوم، هيدي مرتي، وهيدا انا حدا. منو هالبهلة اللي حامل هالقنديل؟ نحنا كلنا عنا هالعشق للنكتة، وهيدا أبو نواس يعني من كبار الصوفيين بيعرف كيف يركب هالنكت ويقولوا تأنت تصحى. وقت اللي شافوا الخليفة قال له جحي أبو نواس شو هاللي معك؟ قال له لبن. قال له لبن؟ اللبن لونه أبيض معه خمرة. قال له بس هيدا لونه أحمر. قال له احمر خجلا منك يا أمير المؤمنين. تركون كانوا الخلفاء يروحوا بالأول قبل ما يجوا لعند أهل أمتهم، يروحوا لعند النصارى، يروحوا لعند اليهود، يروحوا لعند الكفار، يروحوا لعند الوثنيين، يروحوا لعند المجوس، يبرموا على أهل دمتنا قبل أهل أمتنا. بعدين قال له كلهم، قال له ايه ما بدهم ولا ميل ولا شيء. قال له طيب اشتري فيهم قمح وحطهم على راس الجبل، احلى ما يقولوا على ايام المسلمين ماتت النسور من الجوع. هيك كانوا الخلفاء يا امير المؤمنين. وانت وانا كلنا بس توصل لمستوى، وهلا انا كثير ما بقى فيني اكون وحده، وما فيني يكون بالأشرفية، وما فيني يكون الحيط على الحيط والبيت على البيت. هيدا إذا دق الموبايل بحس، وهودي عم بيحكوا بحس معهم، والجيران 12 ساعة 14 ساعة 15 ساعة 20 ساعة، ما في راحة. البيوتك حد بعضها حد بعضها حد بعضها حد بعضها، الشباك على الشباك، يعني عشي جبل هيك شي مطرح ناطرة. ما قدرت بالهند، بالنيبال، شرق غرب، كندا، فانكوفر، في جمعيات، نعم، أهل الذكر، الصوفية، التوحيد، يلي بحبوا الحقيقة، ما إلن اسم، بس قليل كتير، يعني أوشو أخته عم بيتاجروا فيه، مثل ما عملنا، بأهل البيت، ليش تعذبوا؟ وبعدنا سني سني شيعي شيعي كاتوليك كاتوليك، بتستنى، فرق تسد. بس بتلاقوا إذا بدكم جماعة موجودة. ولكن صديقك، حدك، جارك، اثنين المسيح بعتنا من سمائهم تعرفونه، وما تلبسوا صرماية وما تحملوا كتاب مقدس، أنت كتاب الله المقروء والمنظور. قولوا السلام عليكم، بركي ما ردوها، بترجع لكم أضعاف مش بضعف. سورة الكهف، شو هالسر يا أخوتي؟ كل آية في القرآن هو الكتاب الوحيد بهالكرة الأرضية منزل. أنا لست بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما معناته ما بيقرأ كتب عربي أو شيء، ما كانوا العلماء بني الحجاز. بس مكتبة الأقدار، أكاشيك ريكوردز. وهلأ نحن بزمن الكشف، انفجارات، إشارات وهيك، وأهلنا بيقولوها. أنا أمي من 100 سنة، يعني الله ينجينا من الأعظم. يعني شو الأعظم؟ ما أفقد عقليتي، هاي أم إليا بالضيعة. طيب
لا خريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق. مرة أنا وجاي من أمريكا على أوروبا بلشت الطيارة، سكرت الكتاب وقعدت هيك قاعدة على الشباك بقعد حتى ما حدا يزعجني هون وهو مطلع. قلت له ليك لا حريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق، لا بعرف أسبح ولا شيء أبدا، يعني أجلها هلأتني يعني الطيارة. وقال الكابتن صار كل واحد يسأل مين معه القرآن مين معه إنجيل، هلا وقت القرآن والإنجيل، وقت كان لازم تصلي ما صلي، وقت كان لازم تقرأ ما تقرأ، هلا صاروا. بعدين هديت، قال الكابتن It's a miracle، معجزة، مين منكم بيقدر يحكي؟ لو ما في أطفال بالطيارة الله رحمنا أرحم من كل رحيم. الأطفال حكت والأطفال خافت، وقت اللي بتطلع من الطيارة إجريك ما بقت على الأرض، أمكم الأرض. أطفال بس تطلع بتبكي وهي عم تنزل الطيارة بيبكوا دايما، عشان هيك الأم بتحطهم بحضنة أو بيناموا أو بتعطيه المصاصة أو بتبلش تعطيه بيبرونات. ونحن بالطيارات لازم تكون الهوستس بتحكي كل اللغات، هذيك هيك وهذيك هيك وهذيك كذا انتبهوا، انت الطياره وانت الطير، جبل يحبنا ونحبه. وقت معركه احد ما عاتب حدا، بس بمعركه خيبر قوم يا علي بصرك حديد. اليوم وقت زمن التأمل، مش نقعد نعمل هيك ونروح نعمل يوغا، كله نتركون بنوع خاص، كل واحد بيعرف بلده. ما حدا بلبنان أبدا ولا يوغا ولا أكل أورجانيك ولا شيء. روحوا على الضاحية جيبوا الخضرة أرخص شيء بالضاحية، وتعوا على البيت وجيبوا ملح وغسلوا كله، مضغوا وقعدوا تقروا الكتاب خير جليس، كل الكتب صدقة على موقع بيت الله، أو بعثوا لي بريد إلكتروني ما تلفنا. حكيت الأمن العام قلت له حط تليفوني يكون مراقب، ولاد 9 سنين يا أخوتي 8 9 ما فيني إلكن شو تليفوناتهم بزيئة، مدري وين بفوتوا بيتلفنوا شي مجانا، مدري كيف بيعملوها، إنه هو من أمريكا عم بيتلفن، هو من أوروبا عم بيتلفن، مدري وين بيقول كلام. يا مدام يا ام يا بي، مدام مونسينيور الخادمة عم بتربيهم بفهم، بس مين عم بيعلمهم الكلمات الوسخة؟ فاذا اطفال اليوم جهل القوم خلص، ما بدكم مدرسة حطوا هوم سكولينج، ممنوعة بأمة العرب، حطوا هوم سكولينج وبتساندكم اوروبا امريكا كل الدول، ليش منعتوها؟ بتجيبي كم ولد الصبح مو بتروح على الشغل، عشية تجي مو بتعلميهم 5 لغات غير لغة الأم والبي، وإذا وقعوا من الشجرة هن بيجبروا إجريهم، في ناس تجي بتعلمهم هيك، شو ما صار إذا البسكليت تعطلت هن بيصلحوها، بيتعلموا فريلانسر مهنة حرة. بالنسبة لي هو مهندس نفايات، مهندس تنظيف. إذا ما بقى في أم، أنت ملكي ببيتك وأنت ملك بمكتبك بشغلك. كان بس يجي على البيت تحط له الطشت يغسل إجريه وهو يستسلم لها وتجيب له الأكل. اليوم ما في أم ما في بي ما في ولاد، الخادمة يقبلهم كلهم، ما بقى في خادم وحاكم. ليك شو عم بيصير؟ الكرسي فاضية إن شاء الله بتضل فاضية، أنت آية الكرسي. بيخفوا الحرامية، يمكن رح يضل في سرقة بس إنه بعد ما يكون 20 حرامي بصيروا 19 18. ولكن اليوم بدنا سيف. مريم مع مسلقة تطعن ومعي سيف. كاتم عن الحق شيطان أخرس، بتقولوا الحقيقة. هلا
ما قدرت، رحت بدي قص شعري لانه لازم قصه اكثر بامريكا عم بيقول حلقه. قد ما شميت ريحه بتفطس عند الحلاق، بس قولوا له حلاق او كوافير، لانه المره ما كانت تروح، كانت الام تقص للاولاد. رح اقلن بالعلم، محل فاتح بمول عندنا بالاشرفيه عم ببيع اكل، ما رح اقول اسم المحل، واوميجا 6 مدام، اوميجا 6 هون، ولي اوميجا 6 قلت لها هيدا سم، قالت لي الناس ما بتقرا وما بتفهم، انا عم بحط سم بس العرب بيشتروا وبياكلوا، هيدا الجواب؟ ان ا سي ال ملح، صوديوم كلورايد، بفهم. ان ا سي ال او سم قاتل بيقتل المصران، بس العرب ما بيقروا. لخي هيدا اللي عم بتمسحوا فيه الارض، هي الاوضه الجبال مدري شو اللي بتحطوه، هي كله هيدا كله بالمي، المي اللي عم نشربها ميه الدوله، كله سموم. حطوا فلتر، حطوها بالحمام، حطوها هون، حطوها وحده صغيره بتضل احلى. او جيبوا البوديجا، قولوا لي بقول لكم منين بتجيبوها. بتحط بوديجا بالحووز لإلك يكون، اعملوا حووز ما تشتركوا، مشترك بين الكل. الشركة ما فيها بركة. بعدين ان ا سي ال او 3 مدري شو، هاي للحشرات، ولكن اكثر شيء رشوا بمية الصفوة. ان ا سي ال او 2 الام ام اس، الام ام اس هو حطوا جيم هامبل، ويلي بيجي على لبنان وبده ام ام اس تجوا لعندي تبعتوا لي ايميل بعطيكم اياها صدقة، ما تدفعوا حقها. هيدي أهم صدقة بتصح من أي مرض ومن السرطان $20، صدقة لإلك. رح عندي إياها بالبيت وفرجيتكم إياها. كلكم فيكم تعملوا الكومبوتشا ببيتك وببلدك وبمطبخك، بس العرب ما بيقروا. اقرأ أيها العربي دخيلك. قريت كل كتب، شي 20 كتاب قريت لأوشو، أي كتاب بلغ ايه؟ لا تكتب القران يا عثمان ليقرا كل منكم القران وبصيروا مثل النصارى. ما قالت وقت قالوها لرابعه بنت البصره مين لعب القران؟ قالت لهم انا. ليش مسحطه فيها؟ قالت لهم ليش هذا كله؟ لا، قالت لهم وانا كمان قد ما حبيته للشيطان شلت حولته من شيطان رجماني الى شيطان رحماني. لعنه الله والرسول، هيدي رموز حلوة كتير. الأم اللي بتحب ولدها تحطها بطنها، هيدي حنكة وحيلة. بكتاب النوايا ما فيني إلكن أجمل هدية برمضان لنا كلنا، النوايا بالخفايا. ما فيني إلكن كيف بكتب، كيف عندي عشق حط هالكتب. صار في حوالي 10 كتب عربي هيك بفكر فيه وبعمله، بروح دغري بالليل حد في محل ما بيسكر ليل نهار، ما بيتكل على الدولة، هو عنده الكهرباء وكل شيء، بشتري الوراق، بجيب القلين، بجيب التلزيقة، برجع فتش على ستيكرز، بلزق، بحط العنوان، لأنه إجا العنوان على قلبي دغري. الحياة في الموت، أولاده اليوم، جهل القوم. لا تخاف، انت مش خروف، ضيعت عمري، بتستاهل يا جاهل. كتب كتير حلوة رح تكون بين ايدينا كلنا. على القليلة بدي شهر تحط الكتاب بالعربي، الانجليزي اقل، عندي اكتر حرية. بس هلا رح اعمل مثل اوشو، رح احكي حكي مثل ما بحكي هون، وبتحطوا هاللغة مثل ما بحكيها. ما عندي بلاغة وما عندي صرف ونحو، حزم ومحو، هيك كلام بسيط مثل ما بنحكي. أول كتاب نزل لمريم نور هو اللي شو عم تاكل، أو باللهجة اللبنانية اللي شو عم تاكل بقول لك شو قلت. أنت اللي بتاكله، العقل السليم بالجسم السليم. إذا عم تاكل أكل منه سليم مثل السيارة، إذا ما بتحط لها بنزين نظيف، هلا لا بدك بنزين ولا بدك مي ولا بدك سواق، كيف بطير العصفور؟ كمان في سيارات عم بتطير.
هيدا بيجي من كوكب فينوس، هيدا من كوكب مارس، هيدا من كوكب. وقت اللي بلشت أمريكا تكتب هيك كتب كلهم بالأول تعجبوا، بس لما وقعت ناغازاكي وهيروشيما قالوا له كيف نمت؟ لترومان لرئيس الجمهورية قال له نمت كثير مرتاح، عرفت إنه الإمبريزرية تشتغل، فينا نشيله. مثل جاكلين كينيدي قبل ما ماتت كم يوم أنا حكيتها، قالت لي اتس تو ليت، قلت لها بس بدي أقول لك أربع كلمات من قلبك تقوليهم مثل الأطفال، لا إله إلا الله. بس إذا هو بتقوليهم هودي الزوايا، قوليهم بأي لغة، صل بإيدك على وجهك أنت اللي بدك إياه، بس ركزي على هالأربعة يلي بجسدنا. تو ليت تو ليت نيفر تو ليت، أبدا ما في، الآن هو الزمان والمكان. قال لا إيه بس إنه في شيء تاني عملتيه. قال له في شيك شيء منيح بحياتي؟ تسكري قولي لي. قالت له في مرة هون ترملت وما عندي أربع بنات، قلت لها ما يطلعوا مثلي. قلت لها أنا بهتم فيهم، عندي أنت بالبيت وأنا بصرف عليهم. قال لها الله شايفها. قلت له ما شايفها؟ قال لها لا. قالت له أنا عمري ما صليت، علمني. عمل وضوء، عملت مثله. قال لها سجدت وبعدها سجدت.